شو بتقعد الأفلاك مولود الأسد على الصعيد العاطفي بشهر تشرين الأول أكتوبر؟ الجملة اللي اخترتها لها الشهر بتقول الحب هو ذكاء المسافة، بمعنى لا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة، ولا تبتعد طويلا فتنتسى. إذن بده يكون الإنسان عنده ذكاء بين التقرب والابتعاد، بدون ما يكون في تقرب زيادة عن اللزوم وابتعاد دائم. هل أنت موعود بجديد هالوقت؟ وهل عم بتأدي هالأسلوب بطريقة ذكية؟ مواليد الأسد أكتر ناس بيعرفوا يستقطبوا العواطف، وبيعرفوا هيك يتألقوا ويلفتوا الأنظار. أفلاك بتوعدك بأوقات سعيدة جدا على الصعيد العاطفي والعائلي، خاصة إذا كنت عم بتعيش قصة حب، أو عم بتحضر لسفر أو لزواج أو ارتباط، أو بتكون التغييرات عنوان لحياتك، يمكن تحول إحدى الرغبات لحقيقة بالنص الثاني من الشهر. ومن المحتمل أنه يتخذ بعض مواليد الأسد قرار مفاجئ يدهش بعض المقربين، بس أنت بتتحلى بحرص على من تحب بهالأثناء وتعاطف مع قضاياه، وبيشعر قديه عندك حنان له واهتمام، وهالشي بيقرب بيناتكم. الكسوف بيعني كمان حدث طارئ بحياتك العائلية، بيجعلك ربما منكب على المعالجة ومتضامن مع المحيط بشكل يثير الاستغراب. من غير المستبعد انك تتنازل عن بعض حقوقك عزيزي الأسد، أو حتى عن كبريائك من أجل تطمين يلي حولك، أو الحبيب أو القريب أو الأولاد أو ربما أحد الأحباء أو الأصدقاء. بتحتار بين خيارين وبتخاف من بعض المتطفلين على حياتك أصلا، يلي بيراقبك يعني عم بيحسدك، والمتطفل بيسألك سؤالات انتبه منه. بس الأمر الأساسي هو إنك تتمتع بجاذبية قصوى وبسحر بيفرض نفسه على الجميع. باختصار هيدا شهر المبادرة بالنسبة لإلك، والانطلاق والاندفاع الكلي والعطاء.